بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. محاضرتنا بتتكلم عن nursing management of cancer. المحاضرة will be presented by me ميرفت ممدوح أبو زيد, medical surgical nursing department, faculty of nursing, Cairo University. طيب خلينا نشوف أول سلايد بيتكلم عن إيه. بنتكلم عن الـ definition of cancer. What is cancer؟ cancer طبعا يعني سرطان. What is cancer؟ cancer simply is a disease, أو بمعنى أصح بنقول عليه it's a collective term describe a group of disease. إيه الـ characteristic بتاعت الـ disease دوت؟ الـ disease دوت characterized بإنه فيه uncontrolled growth و spread of abnormal cell, يعني cell ما هيش زي السل الطبيعية بتاعتنا اللي في الخلايا بتاعتنا أو في جسمنا. في abnormal cell حصل لها uncontrolled growth, قاعدة بتنمو تنمو تنمو مش قادرين نعمل لها control, و spread حوالين ال surrounding organ و tissues. ممكن نقول كمان إن الكانسر is a disease process that begins when an abnormal cell is transformed by the genetic mutation of the DNA. ودي برضو بيشرح يعني ايه الكانسر, عبارة عن disease بيبقى characterized by وجود abnormal cell حصل لها genetic mutation وتكاثر بطريقة مش قادرين نعمل عليها control او طريقة مش normal, وحصل تغيير في الدي ان اي بتاعها فاصبحت abnormal cell واصبحت cell تهدد خطر او dangerous لل human cell النورمال cell بتاعتنا العادية. طيب نتكلم عن ال types of tumor. عندي two types of tumor, عندي benign tumor و malignant tumor. What is benign tumor? Benign tumor اللي هو الورم الحميد, والmalignant tumor اللي هو بيسموه الخبيث. ال benign tumor بنقول is a simple new growth similar in substance to the tissue in which it arises and it is named accordingly. يعني ايه؟ يعني بنقول الورم الحميد دوت او ال benign عبارة عن growth of cells, ال cells دي similar لل tissue اللي حواليها, وغالبا ال growth بتاعها ما بيبقاش كتير وما بتبقاش منتشرة. ال malignant اللي هي الخبيث بنقول عبارة عن growth لل cells وحصل لها spread, بس هي abnormal cell ما هيش نفس ال cell بتاعت ال tissue بتاعتنا, ودي زي ما قلت لكم بيحصل لها جروس سريع وبتعمل ريبروديوسينج و what we call it high growth او spread وتعمل ماس, ودي اللي بتسبب لي what we call it cancer. عايزين نفرق ما بين البناين والماليجنانت اللي هو الخبيث والورم الخبيث والورم الحميد. عندنا الجدول اللي قدامنا بيفرق لي ما بين البناين تيومر والماليجنانت تيومر. اول حاجة هنفرق فيها ما بين البناين والماليجنانت زي ما واضح قدامنا. اول حاجة السيل كاركترستيك, ايه هي صفات السيل دي او الخلايا دي عبارة عن ايه. بالنسبة للبناين بنقول عليها ان هي well differentiated cells, well differentiated cells that resemble a normal cell, يعني هي شبه النورمال سيل بتاعتنا. اوكي, بينما المالجننت سيل عبارة عن undifferentiated بتبقى abnormal سيل وبتبقى undifferentiated وما هياش resemble او في little resemble يعني شوية بسيط شبه الخلايا بتاعتنا ولكنها مش بتبقى شبهها بالظبط, عشان كده بنقول عليها undifferentiated
سيل. يبقى عندي البناين بنقول عليها well differentiated، شبه السيل بتاعتنا التيشوز في المكان، يعني let's say البناين ظهرت في الليفر فهتبقى هي شبه زي التيشو بتاعت الليفر، لو هي ظهرت في اي مكان اخر شبه السيلز اللي موجودة في نفس المكان in which tumor originated يعني بدأت فيه. بينما المالجنانت بنقول ان هي undifferentiated يعني مش شبهها أوي. طيب بالنسبة للمود اوف جروس، المود اوف جروس اللي هي النمو بتاعها بالنسبة للبناين بتنمو by expansion، ولكن ما بيحصلش infiltration، ما فيش infiltration، ويوجوالي بيبقى حواليها encapsulated يعني حواليها كبسول. بينما المالجنانت بيجروز كويكلي وانفلتريت وبيحصل بتعمل ديستروينج للسراوندينج تيشو، وبيحصل لها تشعب للسراوندينج تيشو، ما بتبقاش انكابسوليتد. الريت اوف جروس يعني معدل النمو بتاعها، طبعا في البناين معدل النمو بتاعها سلولي قوي، بيبقى سلو وما بيخوفش، بينما المالجنانت معدل النمو بتاعها بيبقى الريت عالي جدا وبتنمو بسرعة كتيرة جدا وبتبقى faster rate of growth. metastasis number 4، الفرق عايزين نفرق ما بين البناين والمالجنانت بالنسبة للميتاستز. يعني ايه ميتاستز؟ ميتاستز يعني انتشار، يعني بتنتشر بتروح من مكان الى اخر، دي كلمة ميتاستز. بالنسبة للبناين ما بيحصلش ميتاستز، ما بيبقاش فيه، doesn't spread by metastasis. بينما المالجنانت معروف عنها ان هي بيحصل لها ميتاستس وممكن توصل للبلاد او للليمف تشانل او الليمفاتيك سيستم، ودي اكتر حاجة خطرة في المالجنانت تيومرز. نكمل تاني الديفرنشيشن او الكاركترستيك ما بين البناين والمالجنانت تيومر. نشوف الجنرال افكت. بالنسبة للجنرال افكت، البناين الافكت بتاعها بيبقى لوكالايز. يعني ايه لوكالايز؟ يعني محدود للمكان اللي هي فيه، ما بتعمليش اي جنرال افكت على البادي سيستم. يعني لو هي على السكن بتعملي افكت على السكن والمكان اللي هي فيه، ملهاش علاقة بالاذر سبيسز او الاماكن التانية. بينما المالجنانت بتديلي جنرال افكت وممكن تسبب العيان يدخل في انيميا، ممكن يحصل له ويكنس، ممكن يحصل له ويت لوس، ممكن يحصل له all over the system disturbance. بالنسبة للتيشو ديستراكشن اللي هي هل هي بتعمل تيشو ديستراكشن، بتكسر التيشو؟ بالنسبة للبناين طبعا doesn't cause اي تيشو ديستراكشن، الا اذا كانت يعني مكانها حساس، في مكان حساس او بينترفير مع بلاد سبلاي رايح لمكان معين. بينما المالجنانت بتسبب لي كوز اكستنسيف تيشو ديستراكشن، بتعمل ديستراكشن لكل الخلايا السراوندينج اللي حواليها، وزي ما قلنا قبل كده بتعمل انتشار، والانتشار بتاعها ده ممكن يسبب لي انها تدستراكت او بتكسر كل الخلايا بتاعت البادي سيستم. طيب الـ ability to cause death actually البناين يعني حاجة بتبقى simple، ما it doesn't cause death unless بقى ان هي interfere مع vital organ او مكانها حساس جدا. however المالجنانت طبعا احنا قلنا ان هو اصعب بكتير من البناين، وانه بيعمل systemic effect ويحصل spread، ممكن يسبب death if not controlled. طيب تعالوا نشوف ال types of cancer، او mainly احنا دلوقتي هنتكلم عن ال malignant tumors.
في عندنا 4 تايب. أول واحد بيسميه كارسينوما. كارسينوما دي عبارة عن تيومر سيل mainly بتبقى موجودة في التيشو والسكن، يعني superficial tumor cell بتبقى على التيشو الابيثيليال تيشو والسكن. بينما عندي حاجة تانية اسمها ساركوما، والساركوما دي malignant cell أو tumor cell بتبقى ديبلي شوية، بتخش للconnective tissue للmuscles للبون. لما يكون في أي tumor في الأريز دي بسميها ساركوما. عندي لوكيميا، تيومر سيل بتبقى مينلي موجودة في البلاد أو البلاد فورمينج أورجنز زي الليفر والسبلين. لمفومز، من اسمها كده المالجنن سيلز أو مكان التيومر بيبقى في الليمف نودز. يبقى احنا عندنا 4 تايبس اوف مالجنسي وبيعتمد على مكانها. لو هي في السكين بسميها كارسينوما، لو هي موجودة في التيشوز الكونكتيف تيشو والماسلز والبون بسميها ساركوما، لو دخلت في البلاد التيومر او المالجنان سيل بسميها لوكيميا، لو وصلت لللمف نودز بتبقى لنفومس. ايه هو الايتيولوجي او الكوزس بتاع الكانسر؟ اكشوالي الكوزس بتاع الكانسر از نوت نون حتى الان، لغايه دلوقتي ما نعرفش بالظبط ايه هو السبب الاساسي لان يحصل كانسر. ولكن عندنا what we call it risk factors اللي هي العوامل المساعده. عندنا نقدر نقسم الريسك فاكتورز لتو تايبس، كنترولابل ريسك فاكتورز يعني ريسك فاكتور اقدر اتحكم فيها، وان كنترولابل ريسك فاكتورز. طيب نتكلم الاول ايه هي الكنترولابل ريسك فاكتورز. زي ما انتم شايفين كده اللي هي السيجريت سموكينج او التوباكو يوز، الناس المدخنين، الاوبيزيتي، الناس اللي مش بتحافظ على الدايت بتاعها وعندها اوفر ويت، الالكحول يوز او سام دراجز يوزنج سام دراجز، الالترا فايلوت راديشن التعرض للاشعه الالترا فايلوت اللي هي فوق الحمراء لفتره طويله ممكن تسبب لي كانسر، الاوكيوبيشنال اكسبوجر، بعض الناس بتشتغل في بعض المواد الكيماويه اللي ممكن تسبب كانسر زي الكلور زي الحاجات الكيميكلز الصعبة دي، وممكن ناس تانية بتشتغل في حاجة فيها السموكينج سموك يعني دخان، ويبقى فيها مثلا زي المصانع الأسمنت والحاجات دي كلها، كل دي ممكن تسبب لي كانسر. طبعا السايكولوجيكال فاكتورز، الناس اللي عندها على طول بروبلمز وستريس و ديبريسد ممكن نقول ان هم عرضة انه ممكن يحصل لهم كانسر او تيومر. هرمونال فاكتورز، بعض الناس اللي عندهم سم هرمونال ديستوربنز ومشاكل في الهرمونز ممكن تكون ريسك فاكتور انه ممكن تكون لي او تكون سبب في ان يكون في كانسر. يبقى دي الكنترولابل ريسك فاكتورز، يعني الحاجات العوامل المساعده اللي ممكن ان انا اتجنبها. نشوف بقى ايه بقى الريسك فاكتورز اللي هي الان كنترولابل اللي ما اقدرش اتحكم فيها، زي الايدج. طبعا ما اقدرش اتحكم في الايج، بعض some old age patient ممكن يجيلهم بسبب الايجينج يحصل لهم كانسر. family history، ممكن يكون حد من العائلة عنده كانسر ويكون حد تاني ويجيله كانسر، يعني في ممكن يكون some sort of heredity، ممكن يكون فيها وراثة شوية. genetic condition، نتيجة للجيناتيك بروبلم أو زواج الأقارب زي والهيريديتي زي ما احنا قلنا الفاميلي هيستوري. previous history of cancer، ممكن واحد يكون عنده كانسر في مكان ما وتعالج منه،
ممكن يعني بعد الشر يجيله بعد كده كانسر في مكان اخر، ودي برضو ما نقدرش نتحكم فيها. الراديشن ثيرابي والكيمو ثيرابي برضو ممكن تكون سبب في ان ممكن يحصل كانسر في اماكن اخرى. في بعض الثيوري والنظريات بتقول ان ممكن يكون برضو من الريسك فاكتور التعرض لبعض الفيروس زي الهيباتيتس بي والهيباتيتس سي والايدز. تعالوا نشوف بقى ايه الكلينيكال مانيفستيشن اوف كانسر، يعني ايه الاعراض بتاعه الكانسر. طبعا الاعراض بتختلف باختلاف مكان الكانسر، ولكن في جنرال ساين اند سيمتومز كده بتحصل لاي واحد بيعاني من كانسر في اي مكان من الجسم، زي يبقى في ان اكسبلين فاتيج، مش قادر، تعبان، عنده هزلان، مش قادر يتحرك، ويت لوس فجأة كده تلاقي يعني ما شاء الله كان جسمه كويس والبودي بيلد بتاعه كويس وفجأة حصل له ويت لوس. ممكن فيفر ما على طول كونتينيوس فيفر، وخاصة لو في المشاكل بتبقى في البلاد. ممكن سيفير بين، ممكن inability to function نتيجة انه عنده ويت لوس وفاتيج وويكنس مش قادر يتحرك. ممكن بعد توصل يبقى فيه life threatening emergencies او sign and symptoms اللي هي محتاجة emergency، زي ما مثلا ديزنيا، عيان مش قادر ياخد نفسه، حصل له fainting، اصبح عنده problem محتاج يحصل له او يروح الامرجن. طيب تعالوا نشوف ال 7 warning signs of cancer. عندنا حاجة بنقول عليها 7 المحذرات او ال warning signs، العلامات اللي تخوفنا ان احتمال يكون في كانسر، وهم علامات دي بيرمزوا لها اللي هو الورد caution. كوشن يعني حذر. تعالوا نشوف كوشن، اول حرف فيها السي، وهنا اول علامة ممكن تظهر اللي هي change in bowel or bladder habits. يعني ايه؟ يعني مثلا واحد يبقى متعود على habits معين في البول او البلادر، يحصل sudden change، مثلا diarrhea على طول، constipation على طول، مثلا اي disturbance في البول والبلادر هابت، ممكن تشككنا ان في احتمال يكون في كانسر. الليتر A او حرف A بيقول لك a sore that does not heal. sore يعني ايه؟ يعني قرحة، يعني يظهر عند البني ادم ده او الشخص ده قرح مهما اعالجها ما بتحصلهاش هيلينج، ما بتتعالجش او ما بترجعش للنورمال. ده يخوفني ويقول ان احتمال يكون في some kind of cancer في السكين. اليو unusual bleeding or discharge from body orifice. orifice يعني اوبني، يعني في bleeding ما نعرفلوش اي سبب، او discharge من اي opening سواء من الماوس، سواء من الريكتوم، سواء من الفاجينا، whatever ال place ال opening اللي هيطلع منها. لو انا عندي unusual bleeding او discharge وما انا مش عارف لها سبب، يعني برضو بيخليني اشك ان يكون في احتمال cancer. حرف T بيقول thickening or lump in the breast or anywhere else. thickening يعني حاجة هارد كده، يعني لامب اللي هي ماس، يبقى في ماس او حاجة ناشفة او هارد او كتلة، سواء كانت في البريست او في اي مكان. ولو لقيت الكتلة دي او الماس دي بيحصل لها increasing بالوقت وانكريزنج سريع، طبعا ده بيشكك ان احتمال يكون في كانسر. انجيشن اور اوف ديفيكولت ان او اور ديفيكولت ان سوالوينج، لو فجأة
في عندي مشاكل في ال 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 feeding أو الأكل أو problem مع ال eating أو ال swallowing مثلا، فجأة كده مش قادر أبلع الأكل، الأكل بيدخل بالعافية، مش طايق الأكل، حتى المية مش قادر أبلعها. كل دي حاجات برضو تخوف وتقول احتمال يكون في كانسر. obvious ال O، حرف ال O، obvious change in word or mole، يعني واحد يبقى عنده مثلا حسنة أو لامب كده في وشه أو في أي مكان في جلده، وفجأة حصل لها تغيير، طلعت باص شكلها اتغير، بقت مش نورمال. ده بخاف انه ممكن يكون في سكين كانسر، ولازم طبعا تشيك اب. حرف ال N، وهي ناجينج كاف اور هورسنسنس، اللي هي بيسموها اللي هي الكحة الهارد كاف دي، اللي هي الكحة الناشفة مع صوتها زي الهورسنسنس اللي هي صهير الحصان كده، كحة ناشفة وهارد وقعدت فترة طويلة with not treating. ده برضو يشككني ان يكون في اي نوع من الكانسر، خاصة في ال في السوركس وال سوري في ال في الصوت. يبقى احنا عندي اللي قدام السلايدز اللي موجودة عندي دي ايه، بيتكلم عن ال 7 warning signs of cancer، واكيد في signs كتير، ولكن دي الموست كومن واللي اتفقوا عليها ان دي اول واحد ما يشوف حاجة من دول لازم يعمل تشيك اب، علشان خاطر احتمال يكون طيب نتكلم عن ال detection and prevention of cancer. عندي نوعين من ال prevention، عندي primary prevention وعندي secondary prevention. ايه هو ال primary prevention؟ ال primary prevention هو ان انا ب reduce ال risk of cancer، خاصة في ال healthy people. يعني انا بعمل كل الاحتياطات وال education وال teaching وال healthy habits علشان خاطر امنع الريسك انه يحصل كانسر، وده طبعا الشغل بتاعنا دايما على ال healthy people. طيب ال secondary prevention، ال secondary prevention mainly involve ال detection وال screening، برضو علشان لو اي حد شاكك من ال signs و symptoms اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، لو في اي شك من اي حاجة بعمل early detection وسكرينينج، واعمل دايجنوزس بسرعة علشان لو كان في كانسر او بدايات كانسر بعمل لها ستوب هولت ذا كانسر بروسيس، يعني بوقف البروسيس علشان ما يبقاش الدنيا تزداد سوءا. ايه هي بقى البرايمري بريفنشن دي اللي بشتغل على الهيلثي بيرسون علشان ما يحصلش كانسر؟ اول حاجه بيقول لك increase consumption of fresh vegetables. دايما بننصح الناس انها تاكل الفريش فيجيتابلز والفريش فروتس، وتغسل الخضار كويس والكلام اللي احنا بنقعد نقوله، علشان ما يبقاش فيه كارسينوجينيك ايجنت في الاكل اللي احنا بناكله. يفضل ان احنا نكريز الفايبر انتيك علشان ما يبقاش فيه على طول كونستيبيشن، و الفايبر كويس جدا علشان خاطر الانتستاينال موفمنت، وعشان ما يحصلش اي بروبلم في الانتستين. انكريز الانتيك اوف فيتامين اي وفيتامين سي بقدر الامكان، ليميت السولت انتيك، يبقى السولت انتيك اقل من الناس اللي بتاكل مخللات كتير وتحط ملح كتير على الاكل، المفروض تقلل من الحاجات دي كلها. practice weight control، طبعا الاوبيزيتي احنا قلنا one of the risk factors بتاعت الكانسر، فيفضل ان الواحد يحافظ على البودي ويت بتاعه، وبلاش يوصل لمرحلة الاوفر ويت او الاوبيزيتي، لان دي كلها بتسبب لي امراض ومن ضمنها الكانسر.
reduce intake of dietary fat. طبعا الفات too much fat بتعمل مشاكل كتير، بتعمل كوليسترول، ممكن تعمل لي كانسر. يبقى يفضل ان الفات بتاعي يكون قليل، ولما بستخدم زيوت يفضل استخدم زيت ذرة، زيت الزيتون والكلام. ايه تاني من ال primary prevention؟ limit consumption of red meat especially processed meat. يعني يفضل ان احنا ما ناكلش اللحمة الحمراء دي بكميات كبيرة. يفضل ال white meat اللي هي chicken افضل من الميت العادية، لانه برضو ممكن تسبب لي امراض. stop smoking زي ما اتكلمنا قبل كده، ان من الريسك فاكتور ان الناس الهيفي سموكر ده ممكن يحصل لهم لانج كانسر، فننصح الناس ان هم تستوب سموكينج. طبعا لو في حد بياخد الكحول انتيك، والحمد لله احنا يعني في بلدنا ما فيش الكلام ده او قليل جدا. بعد كده avoid over exposure to the sun especially from 10 to 3 p.m. احنا قلنا الأشعة اللي هي الالترا فايولوت راديشن ممكن تكون سبب في ان يحصل كانسر للسكين، فعشان كده يفضل او بننصح الناس انه بلاش الاكسبوجر الجامد للسن او لأشعة الشمس ما بين الفترة اللي هي من 10 ل 3 بي ام، ولكن قبل كده او بعد كده مفيش مشكلة، لان احنا محتاجين الشمس عشان فيتامين دي. طيب احنا اتكلمنا عن البرايمري بريفنشن، ندخل بقى في السكندري اللي احنا قلنا عليها اللي هي موضوع السكرينينج والديتكتينج والدياجنوزس. عايزين يبقى في early detection، نلحق بسرعة الكانسر في بداياته علشان يبقى الامبروفمنت والبروجريس بتاعه احسن. طب ايه هي الكانسر تشيك اب تيستز اللي المفروض الواحد يحافظ عليها؟ هو احنا هنتكلم عن 5 مني تشيك اب تيست، لانه دول الموست كومن كانسر. اول حاجة اللي هي البريست كانسر، كلنا عارفين ان ده موست كومن كانسر وبيحصل كتير، فعشان كده لازم نعمل بريست تشيك اب او اكزامينيشن. المفروض يبقى فيه روتين مونثلي بريست سيلف اكزامينيشن، بيبدأ من الايج اوف 20. المفروض ان يحصل المومن بتعمل سيلف بريست سيلف اكزامينيشن، وعادة ده بيتعمل في اليوم السابع للدورة، والمفروض ان الوومن بتشيك البريست تشوف اذا كان في اي ابنورماليتي، اي ماسز، اي ديستشارجز. لو في اي حاجة من الحاجات دي على طول بتروح للدكتور. كمان بنقول ممكن لازم ضروري نعمل clinical breast examination every 3 years، كل 3 سنين كده الوومن المفروض تروح، خصوصا لو هي ما بين الايج ال 20 وال 40 تروح تعمل breast examination clinically يعني عند الطبيبة. واذا كان في شك في اي حاجة بنعمل screening بالماموغرافي كل سنتين، وخاصة بعد الايج اوف 40 يعني بعد سن 40 يفضل ان كل سنتين يتعمل ماموجرافي، فحص للماموجرافي علشان يشوف اذا كان في اي liability ان يكون في كانسر. وطبعا بعد سن 50 يفضل انها تبقى كل 6 شهور او ماكسيمم سنة تروح تعمل ماموجرافي سكرين. كمان من الكومن كانسرز اللي ممكن نلاقيها اللي هو الكولون والريكتم كانسر، عشان كده بنقول ان لازم يبقى في ريكتال اكزامينيشن وكولون اكزامينيشن ييرلي كل سنة بعد سن 40، ونعمل ستول اوكلت بلاد تيست ونعمل ستول تيست بعد سن 50 علشان تو ديتكت اي ابنورماليتي في الكولون او في الريكتم. وممكن يتعمل اندوسكوبي كمان للحالات اللي هم من بعد سن 50. بالنسبة لليوترس برضو، لانه في عندنا كانسر يوترس بيبقى منتشر جدا و is common also،
المفروض يبقى في يورلي بيلفيك اكزامينيشن، يبقى بعد سن المنوبوز يبقى في frequent check up و examination عند ال obstetric أو اللي هو الطبيب النساء أو طبيبة النساء. برضو is most common اللي هي الكانسر بروستات، ودي عند الميل طبعا. بعد السن الخمسين يفضل ان يتعمل ريكتال اكزام وبروستات اكزام، لانه بعد السن الخمسين بيبقى البيشنس او الناس liable انه يبقى في عندهم بروستات بروبلم، وممكن يبقى في كانسر بروستات. طيب ايه diagnosis of cancer؟ ايه هي ممكن how to diagnose the cancer؟ بالاضافة الى sign و symptoms اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، نشوف ايه هي ال diagnosis. طبعا باخد complete patient history، بتكلم مع العيان، اعرف اذا كان العيان ده كان عنده اي cancer قبل كده، حد من الفاميلي كان عنده cancer، نوع الدايت اللي بياكله، ايه التشينجز اللي حصلت عنده. بعمل فيزيكال اكزامينيشن، الفحص الفيزيكال اللي هو الفحص للعيان. بعمل اكس راي، ممكن نعمل سي تي اللي هو كمبيوترايزد توموجرافي سكاننج، التراسونوجرافي، ام ار اي اللي هي الرنين المغناطيسي، ممكن نعمل اندوسكوبي، ممكن نعمل كولونوسكوبي، وات ايفر حسب المكان بتاع الكانسر. ممكن نعمل شوية فحوصات زي بلاد تيست علشان نكتشف ممكن يبقى فيه لوكيميا او كانسر سيل في البلاد. واهم تيست فعلا بيقول عليه انديكيتور البيوبسي، والبيوبسي is very important، يعني وحد بيقول ان عندي ماس في مكان ما والماس دي بتكبر او انا قلقان منها، فبيعملوا بيوبسي يعني ياخدوا عينة وبيشوفوا العينة دي يفحصوها ويشوفوا اذا كان فيها cancer cell ولا ما فيش. ايه هو المانجمنت اوف كانسر؟ الجول بتاع المانجمنت اوف كانسر عندنا 3 جولز اوف مانجمنت اوف كانسر، يا اما الجول بتاعي اني كومبليت كيورينج او تريتينج للكانسر، او الجول بتاعي الكنترول اني اعمل بس كنترول او باليشن. يعني ايه؟ يعني الأول جول لو هو معناه curing، يعني بعمل complete eradication of the malignant disease. يعني لو كان حد عنده مثلا cancer breast وال cancer يعني قدروا يحددوه بالظبط، فبيعمل eradication، يعمل surgery فيشيل البريست خالص، فكده عمل كيور يعني تريتمنت، شال المالجنانت سيل كلها. طيب كنترول، كنترول امتى بعمل كنترول؟ لو انا ما بقدرش اعمل كيور، ما اقدرش اشيل السيل كلها ولا الكانسر سيل دي كلها، لكن انا ممكن اعمل مانجمنت علشان احد من الجروس بتاعها او اعمل لها ستوب للنمو بتاعها، فدي اسمها كنترول مانجمنت. في بعض الأحيان بقى ما بيبقاش عندي حل قاطع إني أتريت الكانسر دوت أو أعمله كنترول، ولكن أنا بدي شوية مانجمنت عشان ريليف الساين والسمتومز أو الأعراض المصاحبة. يعني مثلا في بين، بدي تريتمنت انالجيسيك، في عندك فيفر، في عندك اي بروبلم او اعراض مصاحبه، فانا بدي مانجمنت علشان بس اعمل تريتنج للاعراض دي وبخفف الالم على البيشنت، ودي بسميها باليشن. يبقى الجول اوف مانجمنت بتاع الكانسر يا اما كيور على طول، بريموف على طول الكانسر سيل واحل المشكله، يا اما كنترول بحد من الجروث بتاعها، يا اما بعمل فاليشن بس علشان اهدي ساين والسمتومز ومشاكل الكانسر.
طب ايه هي treatment modalities بقى ال commonly used في ال cancer treatment؟ عندي ما شاء الله كتير treatment modalities، عندي surgery، عندي radiation therapy، عندي chemotherapy، hyperthermia، cryosurgery or cryotherapy، عندي acupuncture، عندي hormonal therapy، عندي gene therapy، immune therapy and stem cell transplantation، وهنتكلم عن كل واحدة فيما بعد. هنبدأ بأول واحدة احنا قلنا عليها اللي هي السيرجري. يعني ايه سيرجري؟ كلنا عارفين يعني ايه سيرجري. سيرجري يعني عملية، يعني ال operation بيسموها سيرجري او operation. بيقول ان السيرجري is the first modality used successfully in the treatment of كانسر. هو حقيقي ممكن عيان الكانسر طبعا based on الديسيجن بتاع الدكتور بتاعه او اللي بيعالجه، ممكن يبدأ بسيرجري، ممكن يبدأ بكيمو ثيرابي، ممكن يبدأ بريديو، ممكن يبدأ بأي type of modalities، ولكن طبعا الأساس بتاعنا اللي بيشيل الكانسر خالص اللي هو السيرجري. It is the only curative therapy for many common solid tumor. أي tumor solid يعني ماس، يعني أقدر أمسكها وأقدر أشيلها، دي ال only treatment لل tumor. طيب السيرجري ممكن يكون أول حاجة for diagnosis. يعني ايه for diagnosis؟ يعني ممكن اعمل بس ال operation او surgery علشان احدد اذا كان دي malignant ولا benign، زي example ليها لما بافتح العيان او افتح عشان اخد ال biopsy، اخد عينة. طبعا العينة بتتاخد under anesthesia وفي ال operation او surgery. ال surgery ممكن تكون mainly for treatment زي ما احنا قلنا. The goal is to remove the entire tumor as much as is feasible. يعني زي ما قلنا لو في ماس في one of the breast، فبيعمل removal للماس اللي في البريست أو بيرموف البريست كله، ودي السيرجري. ممكن تكون سيرجري برضو بعملها علشان prophylactic. يعني ايه prophylactic؟ علشان removing ال non-vital tissues أو الأورجن اللي likely to develop cancer. يعني ايه؟ يعني انا حاسس يعني عملت operation علشان treatment وبعدين فوجئت بعد كده ان في بعض الأورجن ممكن تكون cancer cell وممكن تعمل لي مشاكل العيان، فانا بعمل له surgery ابشيل ال non-vital اللي هي مش الأورجنز أو التيشو اللي هي مش حيوية علشان ما يحصل لهاش spread للكانسر وتعمل لي كانسر. يبقى السيرجري بتاعنا ايزر لاني اعمل السيرجري ايزر علشان diagnosis عشان اخد بايوبسي واحدد نوع المالجنانت او التيومر نفسها، يا اما فور تريتمنت بشيل خالص التيومر سيل، يا اما بس فور بروفلاكتد بعمل اشيل التيشوز اللي هي نون فايتال علشان ما يحصلش كانسر. طيب تاني تايب اوف موداليتيز اللي هو الراديشن ثيرابي او اللي هو العلاج بالاشعاع، وزي ما قلت لكم ممكن عيان يبدا بسيرجري ويكمل علاج باشعاع او يكمل كيمو ثيرابي، او عيان يبدأ بكيمو ثيرابي وبعدين يكمل سيرجري. it depends on ال condition بتاعت الحالة والسيرجون اللي بيتعامل معاه. radiation therapy is local modality used in the treatment of the cancer، ومينلي بيستخدموا فيها ال ionized radiation، ال x-ray وال gamma rays. عندي two types من ال radiation therapy. عندي external radiation therapy واللي هي بيسموها ال external beam وال internal beam. external يعني على الجسم من الخارج، internal يعني inside الجسم، بيدخلوا أجهزة معينة في ال internal organ ويسلطوا عليها الإشعاع.
ايه هي اليوزس بتاع الراديشن؟ زي ما اتكلمنا عن اليوزس اوف سيرجري، يا اما تكون دايجنوستيك يا اما تريتمنت يا اما بروفلاكتيك. تعالوا نشوف اليوزس اوف راديشن، نفس الحكايه، ممكن يعمل راديشن ثيرابي تو كيور علشان التريتمنت، خاصه في بعض الديزيز زي الهوجكنز ديزيز اللي هي مينلي في الليمفاتيك سيستم، والديزيز اللي في الثايرويد والمالجنسي اللي في الثايرويد او التست، ممكن الهيد والنك، كل ده ممكن اعمل كيور للكانسر او للديزيز باي راديشن ثيرابي. ممكن كمان بعمل راديشن ثيرابي تو كنترول، نفس الحكايه، علشان اعمل كنترول للجروس بتاعها، يعني احد من نمو التيومر قبل ما ابدا اعمل سيرجري. زي ما قلت لكم انا ممكن ابدا باي حاجه حسب البروتوكول بتاع العلاج بتاعي. فممكن عيان يبدا في براديشن ثيرابي على المكان علشان يقلل او يحد من التيومر نفسها ومن حجمها، وبعد كده يعمل السيرجري. ايه تاني؟ باليتيف برضو راديشن ثيرابي ممكن استخدمها برضو علشان اقلل من حده الديزيز او ساين وسمبتومز اللي ممكن تكون طبعا مضايقه العيان. فانا بعمل راديشن ثيرابي علشان اقلل من الساين وسمبتومز بتاعتها. ممكن بروفيلاكتيك برضو لو انا عايز بريفنت لوكيميا انفلتريشن للبرين ولا السباينال كورد، علشان ما يحصلش تشعب لو العيان عنده لوكيميا، ما توصلش للبرين والسباينال كورد بسرعة. فبعمل راديشن ثيرابي علشان اقلل الانتشار بتاعها. ايه السايد افكت اوف راديشن؟ طبعا لاي تايب اوف مانجمنت في سايد افكت. طيب الراديشن سايد افكت، عندي لوكال سايد افكت وسيستماتيك سايد افكت. لوكال يعني في المكان اللي بياخد فيه الاشعاع. عندي اول حاجه في السكن ممكن تعمل ايه الراديشن ثيرابي. طبعا البيشنت اللي بياخد راديشن ثيرابي ده بيتعمل له سيشنز، عدد معين من الراديشن سيشن، وبيتعمل له كونسنتريشن معين من الراديشن، كل ده التكنيشن بيحدده. وممكن العيان ياخد راديشن ثيرابي مرتين في الاسبوع، مره في الاسبوع، الديبنس، بيبقى فيه جدول معين للعيان. ولكن الراديشن ثيرابي في نفس المكان بيعمل سم سايد افكت. اول حاجه قلنا السكن، ممكن يحصل ايه على السكن؟ يحصل ريدنس، يحصل ايديما، يحصل ألسر. المكان اللي بياخد فيه الراديشن يحصل هير لوس. ممكن البون والكارتلج بتاعت المكان اللي بيتسلط عليه الاكس راي او الراديشن دي، يحصل انفلاميشن في البون، يحصل نكروزس، ممكن يحصل فراكتشر في المكان دوت. بيبقى فيه problems related لل GIT اللي هي الجاسترو انتستينال. ممكن يحصل increase ال secretion، mucosa secretion، يعمل لي ulceration يعني تقرحات، يعمل لي hemorrhage نزيف، يعمل لي perforation، يعمل مشاكل كتير في GIT. الكيدنز ممكن تأثر على الكيدنز، ممكن الراديشن تعمل لي نفرايتس، تعمل نفرايتس التهاب في الكلى، وممكن تسبب لي برضو كرونيك رينال فيلير وهو الفشل الكلوي. تيستس والأوفرز ممكن تؤثر على الجرمز والأوفرز، ممكن تسبب لي في الآخر انفلتاريتي أو ستريليتي يعني عقم. بون مارو والبلاد ممكن تسبب لي أنيميا، تعمل لي كل مشاكل البلاد، لوكوميا، ثرومبوسايتوبنيا، لوكيميا، نقص في البليتليت كاونت، الوايت بلاد سيلز، كل دي ممكن تتأثر بالراديشن.
طيب ايه هي السيستماتيك افكت بقى ممكن يعمل لي جنرالي كده العيان يجيله نوزيا فوميتنج، يبقى عنده ديبريشن، ممكن يبقى فيه راديشن كاشيكسيا. يعني ايه كاشيكسيا؟ تلاقي العيان لص كل الفات اللي عنده وتلاقيه يعني نحيف خالص، وزي ما بنقول كده جلد على عظم، يبقى فيه ويت لوس، يبقى فيه انيميا، يبقى فيه يوصل للبلاد بقى ويعمل لي كل مشاكل البلاد اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، اللي هي الثرومبوسيتوبينيا واللوكيميا والانيميا. تالت نوع من او تالت تايب من التريتمنت او المانجمنت موداليتيز الكيموثيرابي، وهو العلاج الكيماوي. العلاج الكيماوي سيمبلي عبارة عن دراجز او انتي نيوبلاستيك ايجنت بياخدها البيشنت علشان تو ديستروي التيومر سيل، ايزر علشان تو كيل التيومر سيل عفوا او تو ميك ذيم ليس اكتف. ليس اكتف يعني بيحد من حركتها او من الجروس بتاعتها. وهنا بيقول لك ان الكيموثيرابي is used primarily to treat systematic disease sorry rather than a localized lesion. يعني لو العيان اللي عنده لوكيميا طبعا ملوش حل غير انه ياخد الكيموثيرابي. ايه هو الجول اوف تريتمنت للكيموثيرابي؟ اول حاجة to reduce tumor size زي ما قلنا. ممكن اخد العيان ده ياخد كيموثيرابي قبل السيرجري مجرد بس عشان يحد من الجروس بتاعها والسايز بتاعها يقل، فتبقى سهلة في السيرجري انها تتشال. او الكيموثيرابي بيتاخد to destroy التيومر سيل، خاصة لو بعد العملية. يعني ممكن العيان يعمل السيرجري ويشيل التيومر او الماس، ويبقى فيه شوية خلايا تيومر صغيرة جدا كده، فيبدأوا يدوها radiation therapy أو chemotherapy علشان يموتها to destroy it or kill it. To treat some form of leukemia زي ما قلت لكم ان هو اساسي لعلاج اللوكيميا، يبقى معنى كده ان هو بيستخدم as a curative control or palliation برضو زي surgery وال radiation therapy. ايه side effect of chemotherapy؟ في side effect طبعا زي ما قلنا كل حاجة ليها side effect. mainly side effect لل radiation او الكيموثيرابي is bone marrow suppression، بيحصل suppression لل bone marrow اللي هو النخاع. فعشان كده هتلاقي مشاكل كتير في البلاد، هتلاقي العيان ده عنده نقص في البلاتلت، هتلاقي عنده انيميا، عنده مشاكل كتير related للبلاد. ممكن كمان يبقى في ماوس سورز يعني قرح في الماوس كده، ويبقى في نوزيا وفوميتنج ودايريه والوبيشيا اللي هي الهير لوس. هتلاقي معظم العيانين اللي بياخدوا كيموثيرابي والراديوثيرابي شعرهم بيقع، وممكن ما يبقاش فيه شعر خالص، شعر الراس او شعر الحواجب او حتى الشعر اللي في الجسم. احنا اتكلمنا عن السورجري وكلمنا عن الراديشن ثيرابي وكلمنا عن الكيموثيرابي. احنا كنا قبل كده في السلايدز اللي فاتت قلنا ان في other treatment modalities زي هايبرثيرميا. ده نوع من التريتمنت موداليتيز. يعني ايه hyperthermia؟ It is a type of cancer treatment in which body tissue is exposed to high temperature. يعني طبعا بيعرضوا الكانسر تيشو دي ل high temperature، لدرجة حرارة عالية بتصل ل 113 فهرنهايت، والغرض منها ان الحرارة العالية دي ممكن to kill الكانسر تيشو. في other modality زي الكرايوثيرابي او الكرايوسيرجري، ودي بقى طبعا عكس الاولانية. هنا بيعرضوا الخلايا او اللي هي الكانسر سيل للاكستريم كولد، يعني تلج. يعني
to destroy ال abnormal tissue أو الخلايا دي، يا إما أعرضها لسخونية حرارة عالية، يا إما أعرضها ل cold أو ال extreme cold، برودة عالية. وفي الحالتين ال aim بتاعي اللي هو إنه kill ال abnormal tissue أو ال abnormal cell. وهنا بيقول لك ان الكرايوثيرابي مينلي بيعالج الاكسترنال تيومر ساتش از التيومر بتاع السكن. ايه تاني من الموداليتيز؟ الاكيوبانكتشر اللي هي العلاج بالابر الصينيه، ودي بتستيموليت الاكتيفيتي اوف اميون سيستم اند كوز ناتشورال بين كيلر. بتقلل البين طبعا، وبتمبروف الاميون ريسبونس، وكمان بتعمل كنترول للسيمبتومز والاعراض اللي هي المصاحبه مع الكانسر زي الويت لوس والكافينج والشيست بين والفيفر والدبريشن والهوت فلاشز والدراي ماوس والكلام ده كله. الاكوبانكتشر ممكن تخفف الالام دي كلها. عندي برضو هرمونال ثيرابي، ان هم بيدوا بعض الهرمونز عشان تو بلوك الاكشن بتاعت الكانسر سيل، او ستوب الكانسر سيل من الجروينج. ممكن الهرمونال ثيرابي ده يبقى لوحده as a treatment او combination مع حاجة تانية، ويوجوالي بيستخدم في التريتمنت بتاع الكانسر بريست والكانسر بروستات. في حاجة تانية اسمها جين ثيرابي. الجين ثيرابي اللي هو بقى اللعب في الجين شوية، دي ان اي والار ان اي، وده يعني تريتمنت يعني لسه is not much common ومنتشر في الوقت الحالي. common used ولكنها بيقولوا ان هي effective لانه بيزرع خلايا سليمة علشان to replace الخلايا اللي هي حصل لها destroying. و طيب ايه النورسينج رول بقى علشان خاطر اشوف ايه المطلوب مني علشان مانج العيان اللي عنده كانسر؟ طبعا زي ما اتكلمنا قبل كده ان العيان ده بيبقى عنده complication وعنده مشاكل كتير، وانا as a nurse يهمني اني اتعامل مع مشاكل العيان واحاول بقدر الامكان ان احنا نحل ال problems اللي عنده. اهم side effect او problems بتحصل العيان سواء كان بياخد كيموثيرابي او راديوثيرابي او هو عامة عنده كانسر، بيبقى عنده nausea و vomiting، وانا بحاول انه مانج النوزيا والفوميتنج مع العيان. ممكن ادي البيشنت دوت ادمنستر انتي اميتيك دراجز اللي هي ضد الفوميتنج، وعاده بتتاخد قبل ما ادي الكيموثيرابي، لانه حقيقي بعد ما العيان بياخد السيشن بتاع الكيموثيرابي ممكن يبقى نوزيتد ويبقى عنده فوميتنج، فبديها له قبليها. بعمل وزهولد للفود اند فلويد من 4 ل 6 ساعات قبل مبدأ الكيموثيرابي. يعني بنصح العيان بتاعي انه قبل ما يجي ياخد السيشن بتاع الكيموثيرابي يبقى مش واكل او شارب علشان ما يرجعش بعد الكيموثيرابي. provide small portion of food after each treatment، يعني يفضل العيان ياخد small amount من الأكل بكميات صغيرة ويكون soft food علشان خاطر ما يحصلش disturbance لل GIT ويحصل vomiting. برضو من المشاكل الدايرية، دايرية يعني ايه؟ اللي هو الإسهال. ايه المطلوب؟ ان احنا ندي العيان administer anti diarrheal drugs، بديله اللي هو ميديكيشن علشان الدايريا. بعمل مونيتورنج للفلويدز والالكترولايتس لان العيان ده بيفقد سوائل كتير، فيهمني قوي
نعمل له تحاليل علشان اشوف الالكترولايتس بتاعته شكلها ايه والفلويدز بتاعته اخبارها ايه، عشان العيان ما يخشش مني فيه ديهايدريشن. بدي فلويد انتيك كتير، بخلي العيان يشرب سوائل كتير على قد ما يستحمل. وطبعا بعمل برينيل كير علشان الدايريا والاريتيشن للاريا اراوند الريكتم. طبعا كمان من الكومبليكيشن بتاعت الريديوثيرابي والكيموثيرابي الستوماتيتس، وهو انفلاميشن اوف ذا ماوس. معظم العيانين اللي بياخدوا كيموثيرابي بيبقى عنده انفلاميشن اوف ذا ماوس، ودي بتسبب له مشاكل كتير، ما بيبقاش عارف ياكل ولا يشرب. فانا بديله شوية انستراكشن، العيان ده نعمل جود اورال هايجين على طول، ماوس ووش وكلينج للماوس. بعمل لوبريكانت او اللي هم بيسموه فازلين او اي دهان لللبس، لان معظم العيانين اللي بياخدوا كيموثيرابي بيبقى عندهم دراينس للماوس وتشقق في اللبس بتاعهم، فبديله لوبريكانت. كمان من البروبلمز ممكن يكون في اتشينج. اتشينج يعني حكة او هرش. دايما اخلي السكين بتاع العيان كلين ودراي. العيانين اللي بياخدوا ريديو ثيرابي ممكن يحصل لهم ulceration و itching، فعشان كده العيان ده بقوله to avoid الصوب، يعني اللي هو الصابون، يعني يغسل بس بمية من غير صابون علشان ال irritation ما يحصلش irritation للسكن. وبخلي العيان ده يدهن اوليف اويل او زيت الزيتون علشان ال itching يقل، وبلاش يستخدم اللي هي بودرة التلف، ممكن يستخدم الزنك اوكسايد باودر. ايه ممكن يكون الهيلث تيتشنج اللي العيان ده محتاجه او انا المفروض اديه للعيان بتاعي؟ اول حاجة provide literature for specific type of cancer to patient and family. يعني ايه؟ يعني بشوف الاحتياج بتاع البيشنت والفاميلي لمعرفة الديزيز نفسه، الكانسر ده بيتكون ازاي، الدايجنوزس، التريتمنت، يعني معلومات عن الديزيز نفسه. فكلمة literature يعني معلومات او information. يبقى انا اهم حاجة العيان لما بيجيلي هو والفاميلي بيبقى مش عارفين يعني ايه كانسر، ويعني ايه ده جه منين، وايه الريسك فاكتورز، وايه ممكن العلاج بتاعه. فانا از نيرس مهم جدا ان اشرح للعيان والفاميلي علشان اقل شويه من الانكزايتي بتاعتهم. prepare the patient and family for what to expect with chemotherapy or radiotherapy. برضو من ضمن الانفورميشن اللي بديها للبيشنت والفاميلي، لو العيان هياخد كيموثيرابي بكلمه عن الكيموثيرابي والسايد افكت بتاعه، وايه ممكن يكون البروجنوزس، والسيشن هتقعد قد ايه، وايه اللي ممكن يحسه اثناء السيشن وبعد السيشن، وكذلك الراديشن ثيرابي، واذا كان في مثلا لاند ماركس، علامات معينه متحدد علامة للراديشن ثيرابي المفروض ان البيشنت ما يمسحهاش. يعني كل الانفورميشن ريليتد للتريتمنت موداليتيز اللي احنا هنعملها لازم البيشنت والفاميلي يكونوا عارفينها. لو if the surgery is to be performed، يعني لو العيان ده هيعمل surgery، مهم ان انا ادي pre-operative teaching للبيشنت والفاميلي، واعتني بالبيشنت post-operative، وادي post-operative كير. لما العيان بيعمل اوبريشن ويجي يمشي، مهم جدا اني ادي discharge instruction او اللي هي discharge plan. العيان ده هياخد ادوية ايه في البيت، هتاخد كذا وكذا، الدايت اللي هتاكله، تمنع ايه وتاخد ايه، لو في wound ازاي care of wound، امتى تيجي الفولو اب، امتى suture هتتشال،
كل دي لازم I have to give it to the patient and family علشان أقلل ال anxiety بتاعهم. Explain the action with doses and side effect of medication. طبعا لو العيان هيروح بميديكيشن او هياخد اي ميديكيشن، مهم جدا ان اعرف العيان ايه الاكشن بتاع الميديكيشن ده، وايه الدوز لازم تاخد قد ايه، وايه ممكن يكون الاعراض او السايد افكت اللي ممكن العيان ده يشعر بيها، وامتى يدور على الطبيب وامتى يرجع له، وامتى يحس ان في دي حاجة ابنورمال ولازم اني ارجع للطبيب وابلغه. كل ده لازم you as a nurse ان انت تشرحها للعيان وللفاميلي علشان يبقوا aware بالحاجات دي، ونقلل شوية من حدة ال anxiety بتاعتهم والخوف اللي موجود عندهم. بكده احنا نكون خلصنا محاضرة المانجمنت اوف كانسر، واتمنى ان احنا نكون استفدنا شوية من المحاضرة، وأشكركم لاستماعكم، وإن شاء الله نتقابل في محاضرة. السلام عليكم.